بنات وأبناء بلدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لحظات قليلة بتفصلنا عن انتخابات المجلس المحلي. كلنا بنعرف أهمية هاي الانتخابات على حياتنا ومستقبلنا، باعتبار السلطة المحلية الجهة المسؤولة عنا وعن حقوقنا وعن مستوى جودة الحياة والخدمات بالبلد. قدمنا برنامج عملنا البلدي بفيديو مصور قبل شهرين، وكنا أول قائمة في حينه بترفع سقف طموح الناس. طرحنا برنامج انتخابي واقعي عصري وبطريقة غير تقليدية، خاطبنا فيه عقل المواطن الرناوي بكل وضوح. الناس شافتنا سمعتنا وآمنت بصدق مشروعنا وبكل حرف قلناه. مشروعنا جاي بالأساس من عمق احتياجات البلد، من عيون أطفالنا، شبابنا، أخواتنا ونسائنا، من هموم كل المواطنين. وحسينا من خلال وجودنا اليومي بين الناس بحجم التأييد الواسع للحراك الشباب الرناوي. كنا الأقرب للمواطن، لعقله، لقلبه ولوجدانه. كنا حاضرين في كل بيت، بكل حارة، بقلب كل شاب وصبية، بوجدان كل أب وأم، وبضمير كل المواطنين. أخواتي وإخواني، بشكر الناس اللي تشرفنا بلقائهم في الحلقات البيتية. بشكرهم على رحابة الصدر والاستقبال والدعم الصادق لطاقات الشباب، وبدع الناس اللي ما تواصلنا معهم بسبب ضيق الوقت، يعتبروا رسالتي هاي بمثابة توجه شخصي مني للتصويت، ودعم الحراك الشباب الرناوي اللي صار مسؤولية على عاتق كل واحد منا، ونجاحه هو نجاح الشباب لأول مرة، وانتصار لحقوق كل المواطنين. شباب وصبايا، 30/10 صار على الأبواب، ولازم نستغل فرصتنا التاريخية نفوت على دائرة صنع القرار. بدنا نأثر، بدنا نكرر، بدنا نبني مستقبل أفضل للبلد، نحقق حلم كل حدا فينا ونكون شركاء بالتغيير. بالساحة في كثير من القوائم والطروحات، خلي الصوت يكون بعين الضمير، لأنه ضمير كل حي بيعرف يختار. خلي عيونكم على البلد، على مستقبل أبناء وبنات البلد. حافظوا على وحدتنا وعلى محبتنا وعلى تاريخ عيشنا المشترك. بدنا يوم الانتخابات يكون تاريخ نتباهى فيه قدام كل العالم، نثبت إنه الرينة وأهلها على العهد، على طريق المحبة والتسامح، وأبداً على هاي الطريق. ب30/10/2018 صوتوا كاف للحراك الشباب الرناوي، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.